الله بالخير. اسمي بارين جدو، مخرجة عراقية مواليد بغداد. درست السينما بالخارج ورجعت للشرق الأوسط حتى ساهم بأول فيلم وثائقي طويل، وأفاق انطوني دعم لهذا الفيلم اللي اسمه قوانا Broken Record. 75 دقيقة إهداء للوالدة، الوالدة توفت ب 2008، وحبيت أنه أرجع إلى العراق حتى أدون شوية الخسارات اللي صارت عندنا بالأرشيف الموسيقي. الوالدة كانت سنة 1960 مسجلة أغنية أغاني تركمانية ويا أخوانها، وهذه الأغاني يعني أنا سمعتها كل طفولتي بالراديو بالتلفزيون، وحبيت أرجع أنه أدور عليها حتى بلكي ألقيها الأرشيفات. الرحلة خلال التصوير بالعراق كانت صعبة، بس لو ما كان عندي الدعم المالي حتى أسويها ما كنت قدرت أسوي هذه الرحلة. فأنا قدرت أصور بكركوك وبغداد، وبعدين منتجت الفيلم وخلصت الفيلم سنة 2012، وسنة 2013 راح المهرجانات، وصل 10 مهرجانات عالمية. وشكرا أفاق.